40 دولة عربية وأجنبية تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة. انطلقت فعاليات الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والتي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة 46 دولة عربية وأجنبية ليقدم 44 عرضا مسرحيا. لقد استقدم المهرجان فعاليات مهمة تسعى للتأثير في مسيرة المسرح لا في مصر ببنونها المختلفة بحسب بل في كل أنحاء الوطن العربي، ولقد شهدت مشروعات التأليف والترجمة طفرة كبيرة تتعلق بمحور هذه الدورة. التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي عنوان المهرجان هذا العام، والذي تضمن مسابقات للنصوص التجريبية القصيرة والرسائل العلمية لتشجيع المسرحيين على الإبداع. نستعيد فكرة أن المهرجان التجريبي هو مهرجان كل المصريين، فقمنا بمجموعة من الخطوات في العام الماضي كان أهمها أن احنا رجعنا العادة الجميلة والفضيلة الرائعة التي كانت أيام الدكتور فوزي الله يرحمه، أن احنا نذهب بالعروض إلى المحافظات. ندوات فكرية يتضمنها مهرجان المسرح التجريبي حول استخدام بعض العروض المسرحية لوسائل تكنولوجية رقمية تمتزج وتتفاعل مع الممثل الحي ليظل المسرح قادر على اكتساب الفنون الرقمية. أحمد ممدوح، التلفزيون المصري.